السلام عليكم. ان شاء الله انا هشرح لكم ستيل، وهنبدا بالجزء اللي بعد الميدترم. في الجزء اللي بعد الميدترم يعني لحد الفاينل دخل لنا الدكتور عمر عبد العزيز، والدكتور ده هيتطرق معانا من بعد الميدترم لحد الفاينلز في موضوعين: الكرينز والكولد فورم ستيل. فهنبدا بالكرينز، وهنبدا بالانترودكشن تو ستراكشرز وذ كرينز. عشان نبدا الاول عايزين نعرف ايه الكرينز. الكرينز تعتبر اصلا ابلكيشن على اللي اخذناه في ستيل واحد في الترم الاولاني. تعتبر منشا ستيل ليه اجزاء. لما نيجي نشوف الكرينز، في الكرين نفسه وفي المنشا اللي بيشيل الكرين ده. احنا هنصمم المنشا اللي شايل الكرين عشان نفهم اكتر. هو ده المنشا بتاعي. الكرين عموما بتبقى موجوده في المنشات الصناعيه. لو ده الفريم بتاعي، ده هو المنشأ الصناعي بتاعي. الكرين عبارة عن جزئين، هي الكرين بريدج اللي هي رقم 4 دي كرين بريدج، ومعاها الهويست. يعني التلاتة عندي ده عبارة عن الهويست، وأربعة دي هي الكرين بريدج. الاتنين دول عبارة عن الكرينز نفسهم. هو ده اللي بتسمى عليه كرينز، الهويست والكرين بريدج. هل احنا هنصمم الاثنين دول؟ لا، احنا هنصمم اللي هو قاعد عليه، الكرين جيردر والكرين براكت. ده الكرين جيردر والكرين براكت. طب ايه ده؟ ده المنشأ بتاعي، ده اللي هي المنشأ الصناعي. انا لما يكون عندي منشأ، ومثلا منشأ ستيل، وانا عايز اشيل وودي الحاجة من مكان للتاني، هو ده الكرين. عندي البرنش بياخد مسار من على طول المنشأ. لو ده هو المنشأ بتاعي، هو ده البرنش بتاعي، بيمشي من قدام لورا. اوكي، ده البرنش خلاص هيمشي، بينزل منه الخطاف. مثلا انا عايز اشيل حاجة من هنا، بينزل ويشيل ويتحرك هم الاتنين سوا في نفس الوقت. يعني ده واخد حركة امام وخلفي، والخطاف او الهويست يمين وشمال. نلاحظ عندنا هنا ان الاحمال عندي في الحاله دي متحركه مش ثابته، فده اللي هيختلف معانا عن الترم الاولاني. احنا في الترم الاول احمالنا كلها ثابته، لكن لازم احنا في الترم الثاني واحنا بنصمم المنشا اللي شايل الكرين وليس الكرين ذاته، يعني كرين بريدج والكرين هويست، هو بيجي لنا احنا بنطلبه من مصنع ثاني يجيب لنا في المنشا بتاعنا. احنا هنصمم المنشا اللي بيكون شايل الاثنين، الكرين بتاعي. فاحنا لازم ناخد في الاعتبار لما نيجي نشوف، لو اخذنا سيكشن سايد فيو من الناحيه الثانيه وهنشوف الكرين جيرد بتاعنا، هنلاقي طبعا الكاميرا بتاعتي دي متكرره على السبيسنج عندي في طول المنشا. هنلاقي حمل البريدج نفسه مرتكز على عجلتين، ونلاحظ انه ده بيتحرك، فلازم ناخد ده في الاعتبار ان ده متحرك. تمام، اوكي. طيب كده احنا عرفنا ايه هو الكرين وايه هو المنشأ اللي احنا هنصممه، اللي هي الكرين جيردر والكرين براكت. تعالوا نشوف انواع او تايبس الكرينز اصلا اللي عندنا. تايبس اوف كرينز عندنا اربع تايبس اساسيه، اربع انواع: اوفر هيد والمونوريلز وجينيتري كرينز وجي اي بي كرينز. اول نوع عندنا اللي هي الاوفر هيد، هنتكلم عليها. في حاجه يا جماعه انا لاحظت ان وانا بشرح ولما بديت ما جبتش خالص معنى كرينز في العربي اللي هي الاوناش. متهيألي كده يعني بانت الصوره عند ناس كتير قوي. هي احنا بنصمم الاوناش ده، مش الونش نفسه، لا المنشا اللي شايل الونش بتاعنا. تمام، نرجع تاني للاوفر هيد. عندي الاوفر هيد عنده اربع انواع: الكاب كنترولد. الكاب كنترولد فيها الراجل يعني بيكون في كابينه فوق في المنشأ نفسه بيتحكم بحركة الونش بتاعنا، فدي بتبقى مفضلة جدا في المصانع اللي تبقى مساحتها كبيرة، في حالة ان المصنع بتاعي الأرضية نفسها فيه عوائق. دي الكاب كنترول، من اسم كاب الكابينة فوق عندي في المنشأ. النوع الثاني بي كنترول فروم جراوند، انا بتحكم بالونش بتاعي وانا على الأرض. الراجل بيكون الونش نفسه بيكون نازل منه سلك وريموت، الراجل بيكون ماسك الريموت وهو بيتحرك مع حركة البريدج كرين بتاعي، الونش بتاعي. هو بيمشي قدام،
مع لو عايز الونش بتاعي يمشي قدام بالريموت بيتحكم فيه وهو ماشي مع الريموت بتاعه. ده عيبه يعني، ده كويس في المساحات الصغيرة، بس عيبه الوحيد انه في حالة انه المصنع بتاعي فيه عوائق في الارض او في حاجات انا مش عارف اتحرك بالريموت بتاعي وهيعيق الحركة بتاع الراجل. ستة سينجل جيردر عند مش ستة سي I'm so sorry سي سينجل جيردر ودي دبل جيردر. في السينجل جيردر لو نرجع تاني لشكل الونش بتاعنا، هو قصده بالسينجل جيردر الكريم بريدج نفسه. الكريم بريدج احنا انا في هوريكم الصوره، دي صوره لو تلاحظ ان الكريم بريدج الكرين نفسه ده الجيردر نفسه ده عباره عن واحد بس، عشان كده اسمه سينجل جيردر. اما النوع الثاني دبل جيردر بيكون عباره عن تو بريدجز جنب بعض. الفرق الوحيد او امتى استعمل ده وامتى استعمل ده، هستعمل السنجل جيردر لما احماله تكون خفيفه، يعني هي بتشيل الواحد بس من البريدج بتشيل لحد 3 طن. اما الدبل جيردر لما عايزه لما يكون احمالي اتقل من كده 10 طن 5 لحد 50 طن ممكن نلجا لدبل جيردر. مثال مثلا لو انا عندي المنشا الصناعي بتاعي عباره عن منشا ستيل، فانا بكون عايزه وينش بيشيل لي ستيل من مكان للتاني. طبعا الستيل او قطعات الحديد بتاعنا تقيلة جدا، فبحتاج دبل جيردر في الحالة دي. فانت اختيارك للسنجل جيردر او دبل جيردر او اي نوع من انواع دي بيرجع لطلب المنشأ بتاعك هيكون عامل ازاي ومحتاج ايه. تمام، نروح للنوع التاني وهو المونوريلز. احنا كده خلصنا الاوفرهيد بالتايبس بتاعته. الاوفرهيد هو الشائع، المونوريلز الشكل التاني. في المونوريل هو بياخد شكل مختلف عن الاوفرهيد، ده الشكل العام للاوفرهيد. لكن المونوريل بيكون متثبت في جزء واحد بس، يعني بياخد جزء من المنشأ، ما بيكونش عبارة عن عجلتين، لا بيكون هندخل لكم صورة يكون اوضح لكم الفكرة. القضيب زي ما انتم شايفين ونش يعني هو عبارة عن ونش واحد وقضيب بيمشي على قضيب واحد. هو الونش بيمشي أنا أسفة على قضيب واحد، والقضيب ده بياخد مسار معين. ممكن كمان الجيرد بتاعتي دي المسار المعين يكون مسار دائري، نص دائرة أو ربع دائرة. هتلاحظ فيها كمان إن البروكت بيطلع من العمود ومتعلق عليه الكاميرا بتاعتي. ففي الحالة دي في المونوريل زي ما انتم شايفين في الصورة، في المونوريل بيكون الحمل مش عبارة عن عجلتين، لا مش هيكون عبارة عن كده عن حملين مركزين على الكاميرا، لا هيكون عبارة عن حمل مركز واحد عشان هي عبارة عن عجلة واحدة. النوع الثالث الجينيتريك كرينز. في الجينيتريك كرينز هندخل لكم وريكم صورة ليها. لو انت ملاحظ هنا الوش بتاعي مش بيكون جزء من المصنع بتاعي، مش جزء من المنشأ الصناعي بتاعي، لا في الجينيتريك كرين الكرين نفسه الونش نفسه له منشأ خاص بيه متصمم لوحده بره المصنع بتاعي، وانا شلته وجبته وركبته في المنشأ عندي. يعني وانا بصمم المنشأ بتاعي مش هو نفس تصميم الونش، انا صممت الونش بره وركبته جوه عندي في المصنع بتاعي، هيكون لي ديزاين خاص بيه ومجرد بس انا بنقله للمصنع بتاعي جوه. النوع الرابع الجي اي بي كرينز. في الجي اي بي كرينز الونش فيه بيكون حركته محدوده بالمسار بتاعه. بمعنى احنا لما قلنا في الاوفر هيد او الونش عموما قلنا انه بياخد من طول على طول المنشا خلف وامام، والهويس بياخد من يمين في شمال. بس عندنا في حاله الجي اي بي كرينز مش هياخد طول المنشا كله، لا احنا احنا بنكتفي ان احنا عايزين ننقل الحمل في ربع معين مثلا او في نص المنشا. فليه هو ليه حركه محدوده بالمسار بتاعه، ممكن مثلا بس يتحرك يمين وشمال. في المونوريلز ممكن حركته يبقى نص دايره بس او ربع دايره دام انه حركته محدوده فقط. تمام، مبدئيا ان شاء الله يعني احنا هنركز في دراستنا على الاوفر هيد، نوع الاوفر هيد كرين، لان غالبا 90% هي النوع المنتشر عندنا. والدكتور عرض لنا فيديو في المحاضرة، هنزل لكم اللينك تحت، هتلاقي فيه ازاي الونش بيتجاب من المصنع وازاي بيتركب ويتربط عندنا في المصنع بتاعنا. احنا قلنا لما نرجع تاني انه احنا كمصممين الانشائي الجزء بتاعنا ان احنا هنصمم الجيردر ده والبراكت.
تمام، هي اللي هتشيل الاحمال اللي جايه من الهويس بتاعي والكرين بريدج. فتعال نتكلم عنهم واحده واحده كده باختصار. اول حاجه الكرين جيردر بتاعي، اللي هي الكاميرا اللي شايله الونش، عاده نستعمل فيها قطاعات الاي بي اي او قطاع كومبوزيت عباره عن اي بي اي. يعني هي عاده لو نقول الكرين جيردر اول حاجه هنصممها بتكون عاده من قطاع اي بي اي او اي بي اي متركب فوقيه يو بي ان، في حاله ان الاحمال بتاعتي تقيله جدا او لما بتيجي احمال جانبيه فاحنا بنكون محتاجين نقوي الفلنجه العلويه بيو بي ان معايا. فده عباره عن اي بي اي بلس يو بي ان. ساعات نستخدم برضو السكشن اللي بتبقى بيلت اب، بس ده هندرسه في السنه الجايه. السنه دي اللي بتختلف بس عن الترم اللي فات الاناليسس بتاعتي، ازاي بحسب المومنت والنورمال والشير. الشير ثابت زي السنه اللي فاتت، هي بس المومنت والنورمال تختلف عن السنه دي عشان انا باخد في الاعتبار ان احمالي متحركه وليست ثابته. بس الديزاين هي زي السنه اللي فاتت، بنعمل نفس التشيكس بس بنضيف برضو تشيكات جديده. تمام. هتضاف عشان احنا عندنا الحمل المتحرك، فهيسبب لي طبعا يعني بغض النظر انه متحرك كمان هو مركز، مش زي ما كنا بناخد في الترم الاولاني حمل موزع. ده بالنسبه للكرين جيردر. الحاجه الثانيه اللي احنا هنصممها، يعني احنا تمام كده الكرين جيردر هيكون عباره عن يا اما اي بي اي او يو بي ان او اي بي اي بس او بيلت اب سكشن. بيلت اب سكشنز. تمام. الحاجة التانية اللي احنا هنعوز ان احنا نصممها البراكت، كريم براكت بتاعي اللي هو ده اللي بيقعد عليه الكاميرا بتاعتي. دي تاني حاجة عايزين نصممها، هي عادة بتكون البراكت بتاعتي، البراكت عادة بتكون من الاي بي اي او الاتش اي اي، ويمكن ممكن كمان تتعمل من البيلت اب سكشن. ان شاء الله البيلت اب سكشن دي لسه هندرسها في سنه رابعه اللي هيكمل ستيل. بالنسبه لاختيار الكرينز، انا لما بختار الكرين بعد كده، يعني لما عشان اعرف اصمم، هو عشان اختار الكرين بنحتاج نعرف كذا حاجه. بنكون محتاجين نعرف واحد الكرين بتاعتي كم حمولتها، حمولتها كم، او معنى تاني حمولة الكرين. هل الكرين، هل انا المنشأ بتاعي هشيل 10 طن، 8 طن، 20 طن، 50 طن؟ ده بيفرق معنا طبعا. 2 البحر بتاعي، بحر الكرين نفسه كم سبان، لانه هنقول سبان لانه طبعا كل ما البحر زاد طبعا الاحمال هتتغير اللي جايه لي، كل ما المسافه دي زادت الاحمال اللي هتكون جايه لي على الجيرد بتاعتي اللي انا هصممها هتتغير. وثالث حاجه ارتفاع الكرين نفسه، ارتفاع المنشا، ارتفاع الكرين. وانا بقصد بارتفاع الكرين الارتفاع ده، طبعا ده برضو بيأثر على الاحمال اللي هتيجي على الجيردر بتاعي. تمام جماعة، احنا قلنا ان احنا عايزين نصمم الجيردر. لما بنشوف من السايد فيو الكاميرا بتاعتنا، الجيردر بتاعنا اللي هي الكاميرا عاملة كده صح، متكررة على السبيسنج، على السبيسنج اللي عندنا. الاحمال اللي هتكون جايالي من البرينج عبارة عن عجلتين، يعني من ناحية واحدة انا عندي عجلتين جايه، ده العجلتين بتوع البريدج، والبريدج بيتحرك يمين وشمال قدام على طول المنشا كله. فالحملين في مسافه بين عجلتين، في المسافه ما بين العجلتين دي، المسافه ما بين العجلتين، بين العجلتين. وعندي وبيفرق معايا كمان وزن البريدج، ده هينقل لي الوزن البيج وكمان الحموله اللي انا هحتاجها في المنشا بتاعي، الاحمال اللي جايه على العجلتين دول. المنظر ده بعد كده هيختصر معايا عشان انا هحتاجه لما اصمم الجيردر في الاخر،
انه يترجم للمنظر ده. عندي حمل جايه من عجلتين هيتحركوا معايا بمسافه ثابته، المسافه ما بين العجلتين، وحمل معين بي وبي. انا هحتاج اساسا عشان ابدا التصميم انه يكون الداتا دي معايا. عشان نجيب المعلومتين دول احنا عندنا جدولين في الكرينز زي ما احنا شايفين. ده الجدول الاولاني منه بنجيب الويل لودز. احنا قلنا انه عشان نختار الكرين بتاعنا بيعتمد على ثلاث حاجات: الكرين حمولتها قد ايه، هتشيل قد ايه، اللي هي بمعنى الكاباسيتي بتاعتها، بيفرق معانا السبان، بحر المنشأ بتاعي الكرين هيشيل قد ايه، البحر قد ايه، والهايت. فقلنا احنا الارتفاع والسبان والحمولة الكاباسيتي. فلما نشوف اول جدول، عندنا جدولين. الجدول الاول هنجيب منه الاحمال اللي على العجلات، هنلاقي انه محتاج الكاباسيتي والسبان، معلومية انا محتاج اشيل حمولة قد ايه، والبحر بتاعي زي ما احنا شايفين. فمثلا لو انا عايز اشيل 5 طن وبحر المنشأ بتاعي هيكون 12 طن، هنا هيكون عندي الاحمال اللي جاية على العجلة الماكسيموم والمينيموم. ايه معنى ماكسيموم وايه معنى مينيموم؟ احنا قلنا ان احنا هنصمم الجردر دي، الجردر الهوست ده لما يقرب من الجردر مش كده الاحمال هنا تركزت، ده معنى الماكسيموم. ولما يبعد وانا بصمم الجردر ده بيبعد الهوست ده باحماله، هيكون المينيموم. طبعا احنا بنصمم دايما على الماكسيموم عشان عايزين نجيب القطاع يستحمل اقصى حمل عندنا ممكن يتولد. تمام، فده الجدول بتاعنا الاولاني، هنجيب منه الاحمال اللي جايه على العجلات. والجدول الثاني هنجيب منه المعلومه الثانيه اللي هي المسافه ما بين العجلتين، السبان، الدايمنشنز، بمعلوميه طبعا كمان الكاباسيتي والاتش ماكس اللي هي ارتفاع الكريم بتاعي، والسبان. خلاص هو السبان هنا اب تو، يعني لو انا عندي سبان بتاعي 15، ما فيش 15 هنا بس هو في الرينج ده، فهو عندي تمام. بثلاث معلومات دي انا قدرت اجيب المسافه الاي واحد، ده بيعبر عن المسافه ما بين العجلتين. حاجه تانية عايزين ناخدها في الاعتبار في الانترودكشن بتاعتنا، انه في الاوناش بتاعنا لما نيجي نصممها في سبيشال ريكويرمنتس فور كرين ستراكشر، في اشتراطات الكود حطها لازم ناخدها في الاعتبار معانا. وده تنقسم يعني الاعتبارات بتاعتنا، عندنا اعتبارات في الديفليكشن، واعتبارات في اللودينج نفسه. لو هنشوف اللودينج الاول، عندنا 3 اعتبارات لازم ناخدها معانا. اول حاجه الامباكت، ايه يعني هتيجي منين او ايه سببها؟ الامباكت بتحصل بسبب حصول اهتزازات بتزود الحمل شوية، لو كان 3 طن ممكن يبقى 3.5 وهكذا. أداء الإمباكت اللي هي الصدمة، يعني أنا عشان الحركة المنشأ بتاعتي حركة عبارة عن عجلات تتحرك، ففي نوع من أنواع يعني لازم ناخد معنا في الاعتبار الإمباكت أو اللي هي الصدمة بتزود نسبة معينة من الحمل بتاعي. الإمباكت. تاني حاجة اللاترال شوك، واللاترال شوك في الامباكت لما بتزود الحمل بتديني زياده ام اكس في الام اكس بتاعي، في العزم في اتجاه اكس. اما اللاترال شوك لما بتحصل وهي بتنتج اول حاجه من ايه، بتحصل حركه لما بتحصل الحركه والاهتزاز بتاع العجلات بيكون حمل جانبي على الكاميرا بيعمل الام واي. ازاي؟ لما نيجي نشوف المنظر ده، لما الجيرد بتاعي البريدج بتاعي بيتحرك هنا، لما بتشوفه لما بيتحرك قدام وورا بيسبب حركة في صدمة، يعني بيضرب ويعمل اهتزازات على فوق الجرد بتاعي، ده بيسبب حركة أفقية كده، بيسبب لي مومنت حوالين محور واي، فبيعمل لي ام واي زيادة معايا. فلازم ناخد ده برضو في الاعتبار معانا. فعندنا كده امباكت بيديني ام اكس زيادة، ولاترال شوك بيديني ام واي زيادة. تالت حاجة بناخد الاعتبار واخر حاجة في اللودينج، البريكنج فورس. وفي البريكنج فورس ده بيحصل نتيجة الفرامل، لما الونش بتاعي بيمشي مثلا فجأة بيقف، الفرامل
بيعمل قوة نورمال على على الكريم بتاعي، على الجرد بتاعي لو اقصى. لو جينا نتخيل مثلا ان ده الجرد الاولاني وفي واحدة شبه الناحية التانية كده، تخيل معي ومعايا هنا بقى العجلات ماشية اهو، وده البريدج بتاعي مرتكزة على العجلات وبتتحرك، ده البريدج تمام. فهو ماشي ماشي قدام ورا، لما بقى بيقف فجأة، لما يقف لو انتم ملاحظين وقف، فبيعمل لي قوة محورية على الجيرد بتاعي بيديني النورمال. فاحنا برضو ده اسمه breaking force، بناخده في الاعتبار انه بيضيف قوة محورية على الجيرد بتاعي تمام كده. احنا قلنا هناخد اعتبارات في اللودينج، الامباكت واللاترال شوك والبريكنج فويس. بالنسبة بقى للديفليكشن، الديفليكشن عندنا في منشآت الاوناش الديفليكشن بيكون حساس جدا، والسايد واي والسايد سواي برضو. فالكود حط لنا اعتبارات او حط لنا ليميتس ليها، فعندنا ديفليكشن ليميتس، ديفليكشن ليميتس في الكود بالنسبة لو كان معرض لللايف لود بس. هناخد الاول الديفليكشن الاول عباره عن سبان على 800. لو كنت هاخد الديفليكشن في حاله انه معايا لايف لود وديد لود مع بعض، ديد لود هنا هيقل معايا المقام، فهتزيد النسبه على 650. عندنا two limits بالنسبة للديفليكشن. أما في السوي فده تأثير طبعا السوي اللي هي بتكون حركة جانبية، يعني الديفليكشن اللي تبقى لتحت، السوي لا، حركة المنشأ الجانبي حاجة شبه كده، ده السوي. ده الحدود بتاعتها بيكون عندنا حد واحد بس، السايد سوي هيساوي الارتفاع الهايت بتاعي، عشان كده قلنا انها بناخدها في الاعتبار وبتأثر معانا، الارتفاع على 140. طبعا احنا ممكن نقلل جدا السايد سوي، انا ممكن اقلل السايد سوي بتاعي بعمل بريسينج، واحنا البريسينج هناخده قدام. يعني انا لما باجي اعمل اي منشأ زي الترم الاول بشوف اول حاجة البريسينج بتاعته، بعد كده هنعمل اناليسس، بعد كده بنعمل ديزاين. انا ليه بقول اناليسس؟ لان زي ما قلتلكو انه بتختلف معنا في الاوناش طريقه حساب المومنت والنورمال، عشان برضو احنا عايزين ناخد في الاعتبارات الحاجات اللي احنا قلناها، الامباكت واللاترال شوك والبريكنج فورس. معلش يا جماعه في نقطه عايزه اوضح عليها، انا لما قلت انه في ليميتس بتاع السايد سوي بتاعي، لما الكود حط لنا ليميتس السايد سوي وقلنا عباره عن ارتفاع على 140، ده الالاول بتاعه، انا رسمت لكم الرسمه دي اللي هي سوي، واحنا قلنا ان احنا هنقلله بوضع البريسنج. المنظر ده معلش هي في مش في المستوى ده، لا في المستوى الثاني في السايد فيو في الاليفيشن، لما اقصد لما نشوف من الناحيه الثانيه يعني على امتداده، انا قصدي بالبريسنج دي، هي دي اللي هتقلل لنا السوي اللي جايه كده. فبدل ما تكون واخد السوي ده كله، لا هتتقسم بسبب وجود البريسنج بتاعي. فالسايد سوي الليميتس اللي حاطينه للفيو ده او الناحيه دي، ان شاء الله الاناليسيس هنعرفه في الفيديو الجاي، وبعديه في فيديو تاني ان شاء الله هنعرف نعمل ديزاين ازاي. السلام عليكم.